السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، صدق الله العظيم. مثل ما عودناكم أعزائي المتابعين رجعنا لكم قصة جديدة، حكاية جديدة، فيديو جديد، خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين وأهلا وسهلا بكم، قناتكم قناة الرعب هورور إكس. هالقصة هاي أعزائي المتابعين صارت أواخر التسعينيات مع واحد من أقاربي العاملين بسلك الدارك، هيك برويها صاحبه، وبقول راح أروي القصة على لسانه. بهذاك اليوم كانت نوبتي بحراسة إحدى مؤسسات الدولة بضواحي العاصمة الرباط، وراح تبدأ نوبتي المساء وبتنتهي حوالي 6 الصبح، وبعديها بيجي زميلي وبنتبادل النوبات. كان الجو عادي جدا، وحاولت مغالبة التعب والنوم والبقاء متيقظ. مرة بدخن سيجارة ومرة ثانية بتمشى بهالممرات بجنب المؤسسة عشان أضيع الوقت. فجأة وأني ماشي بهالواحد من الممرات شفت شيء مخيف جدا، فقلت شو ها نفسي بدون ما أطلع صوت. كانت الساعة حوالي 2:30 بالليل، بس أني وقف كل شعر جسمي وصابني رعب شديد. شفت ظل ضخم طويل جدا بيمتد من الأرض للسماء وهو يتمشى جاي نحوي. صرت أقول لنفسي معقول أني بحلم أو بتخيل؟ فركت عيني، لا هو وهم ولا هو حلم، شيء حقيقي قدامي. نظرت حوالي بس كنت لحالي لوحدي بهالمكان. تحققت مظبوط، طلع ظل كبير جدا بيمشي ناحيتي، وكل ما تقدم زاد ضخامة وزاد وضوح، بس بنفس الوقت بيبدو كأنه عم يبتعد عني. ما فهمت هالمنظر هذا المتناقض، بيبدو انه جاي ناحي هو عم يزداد طوله ضخامة وبنفس الوقت بشوفه عم يبعد عني. فصرت أقرأ آية الكرسي بنفسي وشعرت برغبة كبيرة بإني أبكي من شدة الخوف، وظليت على هالحالة حتى الساعة 5 الصبح. وقتها اختفى الظل اللي ما بعرف ليومنا هذا شو سره وشو قصته وشو ماهية هالظل هذا كله. القصة الثانية أعزائي المتابعين معانا، بقول هالقصة هاي صارت مع صديق مقرب مني اسمه عادل، وكان عادل هذا بحكم عمله بيتنقل بين عدة مدن، وبيوم من الأيام ساقت الظروف انه يروح مع صديقه وقريب له لمدينة العيون، وعلى بركة الله انطلق الجميع. اتجاوزوا مدينة مراكش، بعدين منطقة تسمى وادي الوعر قرب مدينة ترودانت، وبعد قدامهم مدينة أغادير، بعدين الطرفاية، وأخيرا بيوصلوا على العيون. اتجاوزوا منطقة الوادي الوعر بأربعين كيلومتر، وبعد قدامهم مسافة طويلة عشان يوصلوا لوجهتهم. كانت الكثبان الرملية على اليمين وعلى اليسار من الطريق، وعلى بعد 800 متر من على اليمين بيجي المحيط الأطلسي. فجأة وبهالمنطقة كانت الساعة وقتها 2:15 بعد نص الليل. الكل اللي بالسيارة شافوا بجنب الطريق امرأة واقفة ورافعة ايدها، لعله انه واحد يوقف لها ويوصلها على الوجهة تبعتها. لحد الآن الأمر عادي جدا،
عادل هو الشوفير، خفف سرعة السيارة عشان يشوف شو قصة هالمرة هاي، لكن مع الاقتراب منها شاف شعرها بغطي وجهها حتى أنفها وما بيظهر عين عيونها، أما من وراء فكان شعرها واصل لتحت ركبتها. ظل عادل واللي معه بيقتربوا بحذر، لكن فجأة وبينما ظل أحدهم متبع تفاصيل شعرها اللي نازل لتحت ركبتها، وقع بصره على رجليها وكانت هون الصدمة. أرجلها بتشبه أرجل البقر أجلكم الله لحد كبير. هون نبه الكل لهالأمر. وقتها عادل ضغط على دواسة البنزين وأطلق العنان لسيارته وهرب من هالجنية هاي. الكل أصابوا ذعر وصابوا رعب، وبعد وصولهم لمدينة العيون وخبروا بقصتهم الكل قال إنه هاي المرأة هي عبارة عن جنية متشكلة تعودت إنها تظهر لمعظم اللي بيسلكوا هالطريق وبنص الليل، يعني هالطريق هذا مسكون بالجن، وتعود الناس تشوف جنية متشكلة تظهر بنص الطريق بعد نص الليل مثل ما شافوه إخواننا اللي كانوا رايحين على مدينة العيون. أما القصة الأخيرة أعزائي المتابعين فهي القصة بتخص إحدى الفلل بقرية شرق مدينتي، والكثير من الناس بيعرفوها بيعرفوا قصته. قام أحد الأثرياء المشهورين بشراء بقعة أرضية كبيرة وسط الجبل بثمن قليل وبنى فوقها هالفيلا، وكانت فيلا أنيقة وجميلة جدا. لكن هالإنسان هذا كان قليل بيقعد فيها، يعني مجرد شغلات بسيطة يوم يومين أسبوع بالكثير وبيمشي. بعديها انتشرت قصة بتقول إنه هالفيلا مسكونة. ما حد صدق هالكلام بالبداية، لكن الخبر انتشر بسرعة بين الناس، وإجا مجموعة من الأشخاص عشان يشتروا هالفيلا، لكنهم سمعوا قصته وتراجعوا عن شرائه. حاول بعض الناس استكشاف أمر هالفيلا المسكونة، فوقفوا على أمور مرعبة ويعني غريبة جدا بتصير فيها. كانت الأواني بتتحطم، والأضواء بتشتعل وبتنطفئ لوحدها، والأبواب بتسكر وبتفتح لوحدها، بالإضافة لأصوات مرعبة بتصدر من هالفيلا. اجى صاحبها أو جاب معه عدة شيوخ، بس الكل فشل بإخراج الجن منها ليوم نهار. ومن اللي بيقال إنه الأرض المبنية فوقها هالفيلا هاي كانت مقبرة قديمة جدا، وبيقول آخرون إنها أرض كانت مسكن للجن، وبيظل العلم عند رب العالمين على قصة هالأرض هاي وشو اللي كان ساكنها، يا أما مقبرة أو كانت بالزمان الغابر مسكن للجن. أعزائي المتابعين لهون انتهى الفيديو، إن شاء الله يكون حازل إعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.